قالت ان مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيعمل النهارده اشاعه عشان يطمن على اصابته اللي اتعرض ليها امبارح في مباراه فيتا كلاب الكونغولي، واللي بسببها غادر ملعب المباراه ونزل مكانه ناصر ماهر في الشوط الثاني. كمان التشخيص المبدئي للاصابه امبارح كشف عن شكوى اللاعب من الاصابه بثقل في العضله الاماميه، وهتحسن الاشاعه ان شاء الله اللي هيعملها اللاعب النهارده موقفه من اعلان جاهزيته للمرحله اللي جايه. كمان فيتو قالت ان بيخضع هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي للفحص الطبي بكره عشان يحسم موقفه بشان اعلان جاهزيته لرحله الجزائر، واللي هتشهد مواجهه شبيبه الثوره الجزائري مساء يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. كمان اللاعب غادر مباراه فيتا كلاب الكونغولي امبارح متاثر باصابته بثقل في العضله الخلفيه، فضل الجهاز الطبي ان هو يخرج اللاعب عشان يتفادى تفاقم الاصابه في وقت قادم. كمان